صديقنا عن الغابة عليه الدفاع هنا هناك يحب الاستمتاع لا يخاف يحب الاندفاع ماما 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 سب العمي ماما 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 سب العمي عند الحاجة دوما تراه المساعدة هذا ما يهواه يسرع ليساعد الرفاق للمغامرة علينا الانطلاق ماما 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 سب العمي ماما 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 سب العمي مرسو هيا يا مرسو عمتي ديان سنخيم هنا صحيح هكتور يا عزيزي الصغير اختيار البقعة الأنسب للنزهة هو مسألة مهمة علينا أن نفكر ماليا في كل العوامل المؤثرة الرطوبة المحيطة الكثافة أيضا بالإضافة إلى اتجاه الرياح وسرعتها جمالية المنظر أيضا غياب النمل اتجاه الشمس وزاويتها كذلك حسناً القرب من مصدر للماء جيد يا جماعة أعلن أن اختيار الموقع مثالي فلتبدأ النزهة إذن بعد السير لساعات وقطف الأزهار نستطيع أن نأكل يا مرسو مرسو؟ مرسو؟ ها أنت مرسو لا تنسى أن تتنفس صديقي توبانجا داكوتا قائد العشيرة إن معرفتك بالغابة وبمصادرها الغنية قد ساعدتنا كثيراً في أبحاثي إنه لشرف كبير لي أنا توبانجا داكوتا أن أرافق العم اللطيفة للغاية عمتي ديان ما هذا الشيء الأسود؟ الشيء الأخضر عصير العلقة أما الأسود فهو خس مكربن أما المادة الصفراء فهو مربى جلابوز وهي وصفة حصلت عليها من أجداد توبانجا داكوتا القدامى إنها تبدو فعلاً لذيذة أولاً يجب علي القيام برقصة الشهية جوانش يم يم 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 وهناك تريد أن تشق الطريق السريع وتضع قطار بولومبيا السريع؟ بكل تأكيد فذلك الجرف لا يقع في أي منطقة محمية داخل الغابة انظري قبل وبعد قبل وبعد وأخيراً مكان في الغابة الكريهة ليس محمياً سروي أريدك أن تفجره في الحال حاضر سيدي حاضر أقصد حاضر سيدتي بلوبرينت أريد من آلة الرصف أن تنشر الإسفلت في المكان كالزبدة وبسرعة لا وقت لنضيع حسناً سوف أطلب 2000 طن من الأسفلت في الحال هيوستن لدينا مشكلة لا يمكننا الذهاب بالمروحية وإن يكن علينا أن ننقل 300 كيلوغرام من المتفجرات في شاحنة عبر طريق ترابية وعرة لكن هذا محفوف بالمخاطر يا سيدتي بالضبط ما يعني أنه عليكما التحرك يجب أن تنطلقا في الحال ولا تخذلاني أريدكما أن تفجرا ذلك الجرف وليس نفسيكما ولا سأكون أنا من سيفجر شيئا أتسمعانني مرسو؟ مرسو؟ أين أنت؟ أوه
أوبا 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 أوبا. مرسو، أين أنت؟ مرسو؟ يتكلم النمل كطوطم الحيوان الأصفر. نملات تصرخ أوبا، لابد من أنهم أقرباء مرسو. الطبيعة مليئة بالألغاز والمفاجآت أيضا. عمتي ديان، أظن أن مرسو وقع هناك، يحتاج إلى مساعدتنا. بالطبع، فذلك النوع من النمل غير موجود بالطبع، كم أنا ساذجة. علينا أن نخرجه من هناك وبسرعة. أوبا 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 حسناً، المكان هنا واسع جداً، يمكنكما النزول. ثمة مخرج. مرسو، أين أنت؟ سيساعدك توبانغا داكوتا على النزول داخل الكهف. يا لك من قوي ولائق أيضاً يا قائد العشيرة. مرسو، ها أنت ذا، أتعلم شهيتك هي ما وضعك في هذا الموقف؟ أنت تقوم بعمل رائع، لست بتلك الهشاشة، يمكنك أن تنزلني في الحال. على مهلك، هذه المتفجرات خطيرة للغاية، هل لا تتوقف الآن عن تحريكها هكذا وكأنها لعبة؟ جل مائي، إنه الأكثر تطوراً في عالم المتفجرات، إنها لا تتحرك، ما من خطر على الإطلاق. يا لها من بداية موفقة، نحن لم ننطلق بعد، وبدت تينو فيرزاتشي الجلدية قد أفسدت. عمتي ديان، هل رأيت ما وجده مرسو؟ ثمة واد مخبأ خلف الجرف. أحفور؟ مدهش. عمتي ديان، وجد مرسو تواً هيكلاً عظمياً للديناصور. أنت لا تنفكين طوال الوقت، تصرخين كلما عثرت على زهرة، وأمام عينيك الآن هيكل عظمي، وكل ما تقولينه هو مدهش. أنت تبالغ عزيزي هكتر، أولاً أنا لا أصرخ طوال الوقت، ثانياً أنا عالمة، لذلك علي البقاء هادئة، وأخيراً، حسناً، يتطلب الأمر أكثر من هيكل عظمي ليؤثر في. عجباً عجباً، يا له من هيكل عظمي. انظري إلى شكل الجمجمة عم ديان، إنها تشبه رأس مرسو. ديناصور بالومبيا. بالومبسورس؟ وقد يكون هذا الهيكل لأحد أجداد مرسو. هذا من دون شك اكتشاف علمي تاريخي كبير، أليس كذلك؟ لنعطه اسماً، ما رأيكم في هوبا هيكتوريس بالومبسورس؟ هوبا. أخرجني من هنا فوراً. هيا. حسناً، لقد حان الوقت لتفحص المركبة.
الجل المائي قد ذاب. توبانجا داكوتا قد قام باكتشاف مهم. أجداد الحيوان الأصفر والأجداد الأوائل لقبيلة توبانجا داكوتا. هذا يشبه كتاب الصور يخبرنا تاريخ الوادي. إن هذا رائع جداً، ما يعني أن بالومبيسوريس وجدوا في الوقت نفسه مع الإنسان الأول. مرسو، ستفسد الرسوم الجميلة. هؤلاء هم أجداده القدامى، لا يمكنه منع ما فعلوه. يتوجب علي أن أؤدي رقصة الصيادين، فقبيلة اليوم تقدم شكرها لوجبة البارحة الشهية. إنه تقليد لدينا. يم 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 يم. هي 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 هي. مرسو، هل أنت بخير؟ أنا أسامع طوطة من الحيوان الأصفر. عمتي ديان، أظن أن مرسو يتصرف بغرابة. كم هو لطيف، يقوم بتزيين الهيكل العظمي. حسناً، إنه يعبث قليلاً بالموقع الأثري، لكن لا تهتم بذلك. إنها أثر أجداد طوطم الحيوان الأصفر. هذا ما كنت أقوله بالضبط. منذ أن اكتشف وجود بالومبيسوريس، مرسو يتصرف بغرابة. أتظن ذلك؟ هيا انظر، ما زال مرحاً كما في السابق. أتراه؟ إنه يقضي وقتاً ممتعاً. حسناً يا جماعة، فلنذهب، حان وقت العمل. قبل أن نباشر العمل، علي أن أعالج لك تلك الكدمة. هاي، لن يحصل هذا على الإطلاق أبداً. مستحيل أن أعبر هذا الجسر المتداعي المعلق في الهواء في عربة نحمل في صندوقها 300 كيلوغرام من المتفجرات الخطيرة غير المؤمن عليها أبداً. 350 كيلوغراماً وليس 300. سأترجل منها الآن وأسرع أكثر. لا أريد أن أجلس هناك لساعات وساعات فقط في انتظارك. مرسو، هل أنت بخير؟ عمتي ديان، سيد توبانجا داكوتا، أنا قلق بشأن مرسو. إنه يستفزك فقط، هذا كل شيء. إن طوطم الحيوان الأصفر يكرم أجداده. إنه يعيش الآن في الماضي. ماذا تقصد؟ أي ماض؟ لا يمكنه أن يعيش في الماضي، لديه عائلة، سيدة مرسو والصغار أيضاً وأصدقائه ونحن. مرسو، علينا أن نعود للمنزل، سنأتي إلى هنا غداً. لا تقلق يا هكتر، إنه فقط يعاني أزمة روحية مؤقتة، لا داعي للخوف. وكم من الوقت يحتاج ليتخطى أزمته الروحية هذه؟ حسناً، لم لا أحصل على إجابة أحد؟ إن يرقة فراشة لا تستطيع التحول في يوم واحد. سيد توبانجا داكوتا، أتحدث عن مرسو وليس عن اليرقة. هكتر، دعني أعطيك مثلاً. في الماضي قررت الجدة جين أنها المسؤولة الأولى عن القمر في السماء، واستمر الأمر لعشر سنوات. عشر سنوات؟ ربما أقل بقليل، 9 سنوات و11 شهراً و30 يوماً. لكن لا يمكنه البقاء هكذا 10 سنوات، علينا أن نخرجه من هذه الحالة. الطريق آمن. وأخيراً حان الوقت. على الأقل أثبت صاحب العضلات ذاك أن هذا الجسر المتداعي ما زال صلباً.
ساعدني. لنرى أي قصة يخبرنا إياها هذا الأحفور الجميل. إنه لعمل دقيق ومتقن يا هكتر، يتطلب منك نفس التركيز والتكثيف المطلوب لري النباتات. عمتي ديان، أحدهم لا يعجبه أن تنظف الهيكل العظمي بفرشاة أسنان، باستثناء أنني أستخدم فرشاة أسنان بدلاً من مرشة خشنة. مرسو! مرسو، توقف عن هذا. صحيح أن بالومبسورس موجود هنا في هذا الوادي منذ وقت طويل جداً. صحيح أنه أحد أجدادك، أفهمك، لكنه الآن مجرد بقايا وعظام وأحافير. أوبس. أو. أو. رائع يا هكتر، جعلت هيكلاً عظمياً يتداعى بالكامل. حسناً، لم يكن هذا التصرف لائقاً على الإطلاق. هذا رائع، رائع فعلاً. نحن عالقان هنا ولا يمكننا تفجير ذلك الجرف، ما سيجعل الآنسة ديفورت لا أريد حتى أن أفكر فيما ستفعله بنا. ما الذي تفعله؟ لا أريد أن ألبس هذه الأشياء. سوف نمشي. أنا مهندس، أنا فنان، ولست فردا من فريق قوات النخبة في الجيش، أتفهمني؟ توبانغا داكوتا يمكنه قراءة رسوم الكهوف. هذا ليس وادي الماضي فقط. ماذا تقصد؟ تعال يا توبانغا داكوتا، سيخبركما القصة. حصلت هنا مأساة كبيرة. ماذا تقصد سيد توبانغا داكوتا؟ هكتور، هذه ليست مقبرة بالومبسورس، فهم أتوا إلى هنا لا ليموتوا، وأظن أنني قد بدأت أفهم كل شيء هنا. انظروا أمام أعيننا مباشرة، قطيع بالومبسورس وقع في الوادي. الناجون لم يستطيعوا إيجاد مخرج، فبقي بالومبسورس هنا وعاشوا في المكان. ثم وجدهم أجداد توبانغا داكوتا وطردوا بعضهم من هنا، وبعدها في أحد الأيام نفقوا هنا ببساطة. هذا تماماً ما أردت أن أخبركما إياه عنهم. لكن كيف تطور بالومبسورس ليصبح مثل مرسوبيلامي؟ أخشى أن هذا يتعدى معرفتي كعالمة نبات. طوطم الحيوان الأصفر لغز كبير في الغابة. أوه لا، لقد بنى منزلاً. كم أحب حمل المتفجرات في الصباح. توقف عن قول الترهات، الطريق أمامنا طويلة جدا. متى سنصل في رأيك؟ هذا أسوأ يوم في حياتي. هيوستن، لدينا مشكلة. لا، ليس هيوستن، ماذا هناك الآن؟ نفدت البطارية. رائع، أحسنت صنعا أيها الضخم، والآن ماذا؟ نتخلص من الجهاز ونستمر بالسير إلى الأمام. لا تتفوه بكلمة ولا تقم بأي حركة، وإلا سوف. هيا مرسو، لا يمكنك أن تبقى هنا، هذا ليس منزلك، فأنت تنتمي إلى الغابة مع عائلتك ومعنا ومع السمك. لقد جربت كل شيء، الأفضل أن نعود إلى المنزل. سنعود في الغد وبعد غد مهما تطلبنا الأمر. هكتر، إنها محقة، علينا أن نعود الآن. لسنا بعيدين جدا عن المخيم، سأعود إلى المنزل وأرجع في الحال، لن يستمع إلينا، لذا سأحضر من يستمع مرسو إليه. روحه محتجزة في الماضي، يؤسفني قول هذا، لكن طوطم الحيوان الأصفر سيبقى أصم. حقا، حان الوقت إذن لفتح أذني مرسو. ذراعي تؤلمانني، رجلي تؤلمانني، رأسي يؤلمني، يؤلمني كل شيء. أوبي؟ أوبيبي؟ أوبي؟
أوبي بي بي أوبي أوبي بي 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 أوبي أوبا أوبا الأزمة الروحية انتهت، جميعنا سنعود إلى المخيم. أولاً رقصة رحلة سعيدة. تو 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 لقد وصلنا. وأخيرا هذه معجزة، لقد اكتفيت. عاد مرسو الآن إلى الحاضر مع عائلته ومعنا. الآن وقد طمر ذلك الوادي بالكامل وبات الوصول إليه مستحيلاً، لن نعرف أبداً ما حصل هناك. أتقصدين ما إذا تطور من بالومبسورس إلى مارسو بيلامي؟ بالضبط، بما أن إثبات هذا علمياً مستحيل، لنقل وحسب إن توتم الحيوان الأصفر هو لغز كبير في الغابة. اسمعي، فيما نتحدث في الأمر يا عمة ديان، لاحظت أنك تنسجمين جيداً مع السيد توبانجا داكوتا. أظنني سأذهب لأروي الهيكل العظمي، أقصد النباتات، أراك لاحقاً. أوبا أوبا هاب، ماما ماما مارسو بيلامي.